مش صعبة على قد ما احنا نفسنا ان احنا عدد اكتر من اعضاء جمعية عمومية يشاركنا في اللائحة. احنا حابين كل الناس تشارك. احنا نزلنا لائحة قبلها بشهر، حابين يجي لنا ملاحظات اكتر. يمكن ناس كتيرة التفاعل بدأ يزيد بعد ما عدلنا 6 مواد من الملاحظات اللي اتبعتت لنا. احنا دلوقتي في 243 ملاحظة، كلهم بينحصروا ما بين 12 ل 13 مادة. في مواد اتعدلت وفي مواد لسه بتدرس. يمكن النهاردة في طبعا القرارات هتتاخد في مجلس الإدارة، بس احنا في توصيات النهاردة للجنة المركزية للعرض على مجلس الإدارة في بعض، يعني مجموعة من المواد هيتم الإعلان عنها يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. هم الأعضاء يمكن بعد بقى في بوس في كل الفروع وبقى في كتيب يتوزع الناس، واحنا عاملين في اخر الكتيب ورق فاضي كده بحيث ان لو حد حابب يعدل يسجل الملاحظات بتاعته ويرجع لنا الكتيب تاني. ناس كتيره بدات يبقى في اقبال وفي ناس بتاخد الكلام دوت، والملاحظات اللي بتجيلنا كلها يعني بنتفاعل معها بشكل كويس جدا. يمكن في كمان عندنا ورش في الفتره اللي جايه مع متخصصين. بكره عندنا ورشه اقتصاديه برئاسه الدكتور فاروق العقده، عندنا ورش بعد كده فنيه وثقافيه وشخصيات عامة فيها الأستاذ نبيل حلفاء ودكتور محمد العدل، ويبقى في ورش إعلامية في الفترة الجاية. بعد كده هيبقى عندنا على الفروع الثلاثة ندوات يوم 6 و7 و8، هيبقى عندنا ندوة في كل فرع هيحددها المدير التنفيذي النهاردة، بس احنا خدنا موافقة عليها، تم أخذ الموافقة عليها النهاردة. فكل ده علشان خاطر يحصل ان احنا نستقبل. احنا اللائحه ديت حابين كل اعضاء جمعيه عموميه يشارك فيها، موظفين متخصصين اعضاء جمعيه عموميه، كل واحد حابب يشارك في اللائحه. احنا فاتحين بابنا، عندنا مرونه، عندنا يعني احنا عندنا استعداد لتعديل اي ماده بيجي لنا عليها ملاحظات من الجمعيه العموميه. موضوع طبعا اللائحه دلوقتي احنا شغالين عليه بشكل مستمر بشكل قوي يوميا. كان في طبعا اللجنه اللي وضعت اللائحه برئاسه كان المستشار محمود فهمي، ومعهم طبعا اعضاء يعني جزء من اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين، وكابتن محمود الخطيب. اتوضعت اللائحه، وبعد كده طبعا بعد وضع اللائحه يمكن في سابقه انا بشوف ان هي الحمد لله ايجابيه وجديده وبرده فريده من نوعها، ان انت بتطرح اللائحه للنقاش. يعني مش بتقول خلاص هي دي اللائحه والناس تصوت بقى، لا انت مدي الفرصه باسبوعين او ثلاثه ان الناس تحط رؤيتها، تحط مقترحاتها. فبالتالي اللجنه المركزيه للائحه حتى بوجود اعضائها من مجلس الاداره، وحتى يعني لو في ناس مش فيها كاعضاء في مجلس الاداره بنحضر برده عشان نبقى كلنا مجتمعين بمناقشه مقترحات الناس. يعني احنا كل يومين تقريبا بنقعد عشان نشوف مقترحات الناس على اللائحه ايه ونبدا ندرسها. بنشوف الغالبيه طبعا العظمى اللي بيتفقوا على بنود معينه بنعدلها وفقا لرغبه الاعضاء. يمكن كان في بعض البنود الخاصه يمكن بالموضوع الخاص بتاع العضويه من الموضوع الزواج، بالظبط كده. فده يمكن من البنود اللي كانت عليها لغط كتير، وجالنا عليه ماده 12 بالظبط، ماده 12 مذاكر كويس اللائحه، فكان في 50% يمكن تدفع من الاشتراك. دي حاجه احنا من الحاجات طبعا اللي احنا غيرنا الكلام ده. النهارده لسه احنا كنا بنناقش موضوع التعيين مثلا على سبيل المثال، لقينا برضو ناس كتير مش مرحبه بيه قوي، ف يعني ادينا برضو توصيه برفعه خالص برضو من البند بحيث يبقى كلها انتخاب ما فيش تعيين. يعني بنود كتير يعني احنا جدا بنناقشها جوه وفقا على رغبه الاعضاء، يعني بنشوف هم حابين ايه او وطبعا بالصياغه القانونيه المظبوطه. بيبقى معانا طبعا مستشارين قانونيين من النادي فبنسيخ كل حاجه. يعني اللائحه فيها في اول قسم فيها خالص ده هويه النادي ونشاه النادي، ويعني هي دي اللي متضمنه كل ما هو يخص تاريخ وهويه النادي الاهلي. طبعا الجزء الثاني حضرتك بتتكلم عليه اللي هو خاص بان انت طبعا عندك براند كبير زي النادي الاهلي واسم عريق زي النادي الاهلي، فمحتاج ان انت توثق ده بتاريخه وبطولاته والانجازات بشكل طبعا يكون دوكيومنتد للناس كلها. ده احنا شغالين عليه جزء من ملفات اللي احنا شغالين عليها في مجلس الاداره، ان هو توثيق او اداره لتوثيق تاريخ النادي الاهلي. ده شغالين عليه كمجلس اداره النادي الاهلي، وده يعني ان شاء الله برضو الناس هتشوفه بشكل قوي اكيد الفتره اللي جايه. يعني في الاول طبعا خالص اول ما اللائحه نزلت، عشان زي ما بقول لك الناس مش متعوده ان اللائحه تبقى مثلا مطروحه للنقاش او حاجه، فهي اول ما نزلت يمكن الناس كان عندها كتير من البنود، مش كتير، احنا 129 بند، كان في حوالي 12 13 بند عليهم شويه مواد، يعني عليهم شويه لغط، فالناس كانت متخيله ان هي دي النهائيه.
لكن احنا بالعكس احنا كنا طرحينها للنقاش عن طريق الايميل، الناس تبعت لنا عن طريق في بوستز عاملينها تحت في النادي في الفروع كلها، الناس تحط مقترحاتها فيها او تبعت لاداره السكرتاريه في النادي. فده الحمد لله شفت، لا بدات اشوف ان الدنيا بالنسبه للناس ما بتحس انها بتشارك طبعا، وده احنا حاجه هتفيدنا وهتفيد النادي قدام ان احنا نسمع لكل الاراء طبعا. لا شايف ان هي عامله حلقه ايجابيه جدا الحمد لله، وبنتمنى طبعا ان احنا يعني دي اللائحه مش معموله لمجلس اداره النادي الاهلي او للمجموعه اللي شكلت اللائحه دي، معموله للنادي الاهلي اللي مستقبلا لسنين قدام، فلازم كل اعضاء النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا مشاركين في صنع ده.